مع اشتداد الترقب للحدث الانتخابي مطلع العام المقبل، تطور جديد قد يغير المعادلة باتجاهات متعددة. دعوة صدرية لمقاطعة الانتخابات جددت وفق مراقبين رفض التيار المسبق لهذه الانتخابات، وانعكاس طبيعي لحالة السقم السياسي لا سيما في هذا التوقيت الحرج. هناك الكثير من التكهنات ظهرت في الفترة الأخيرة من موقف التيار الصدري من هذه الانتخابات. صحيح هو لم ينزل في قوائم واضحة مثل كل دورة انتخابية، لكن هناك يعني مؤشرات أو سيناريوهات أو توقعات تشير أن التيار الصدري ربما يدعم كتل سياسية بالخفاء. فهذا البيان أتى في هذا السياق ليعطي صورة واضحة من أن التيار الصدري رافض بالمرة لإجراء الانتخابات. وعلى الرغم من تأكيد المفوضية استمرار استعداداتها ليوم الاقتراع، شكلت دعوى المقاطعة مؤشرا جديدا لعزوف مرجح عن المشاركة في العملية الانتخابية بحكم القاعدة الشعبية الواسعة للتيار التي ستمتثل لهذه الدعوة. دعوة السيد الصدور هي دعوة بعد مرور 20 عام، كما كانت القوى السياسية تسجل حول المحاصصة والسلاح المنفلت وعودة الفاسدين من جديد، اليوم هذه الدعوة هي حقل للسيد الصدر وحقل التيار الصدري في رفض المقاطعة ورفض الفاسدين ورفض المحاصصة. وبالتالي اليوم حتى أبناء الشعب العراقي هناك من هو لا يرغب بالذهاب إلى الانتخابات، ولا زال انعدام الثقة إلى اليوم. هناك كتل بشرية مهمشة، المحاصصة لا زالت موجودة. خيبة أمل ليست بالهينة منيت بها الأطراف الداعمة للانتخابات، فثقل التيار الصدري يشكل بحسب متابعينا عاملا أساسيا في نجاح أو فشل العملية الانتخابية التي قد يبدو إنها ستكون محرومة من تأييد جمهور التيار الذي كان يمثل فارقا في الخارطة السياسية برمتها. من النجف، محمد رزاق، التغيير.